السلام عليكم، انا سميتي ماريا برحو ماريا. كنت واجد في راس القليعه المحل ديال اللي متجاوره مع المكزاري. السلام عليكم، انا برحو ماريا. كنت واجد في الجهه ديال المكزاري، كان عندي واحد المحل مرض كنخدم فيه الحرشه والملاوي. والمهم انا كنخدم على خوتي، غير عندي جوج بعدا، عندي واحد مريض راه حالته صعيبه بزاف، واحد عندي في عقله شي شويه وعنده مجوج عنده مرات. المهم ثلاثه ديال النفوس انا اللي كنخدم عليهم، فهمتي؟ ويلا شي حاجه قليله ماشي زعما تيين. المهم الحمد لله على اي حاجه، ولكن عندي انا مشكل مع اللي كاريلي. كنتعرض لواحد المضايقات ما عنده بزاف، منين وصل معايا الدعوه وداك الشيء. المهم رفضت له المحكمه الدعوه هو، ولكن باقي كيبرزطني بزاف، ودابا قطع عليا الموضوع. وانا يا الحياه الانسان شنو هي الموضوع. منين درت الطلب وليت قلت نبعد منه، ودرت طلب الراسي باش ندخل الموضوع. جا عندي المهندس ديال الضو، قال لي دابا نرجع، ما عاودش رجع. عاوتاني المهندس ما جا عندي، وفاش ما ولاش رجع طلعت لعندو. تاني طلبوا لي 2 مليون، يعني وكا كانت عندي 2 مليون، راه 2 مليون قاصحة عليا، وأنا غير كارية شي ملكي مثلا. وكنطلب من الناس اللي بغى يعرف ويشوف المشكل شنو كاين، يجي يشوف بعينيه يشوف شنو كاين. وأنا باغية غير، المهم أنا طالبة السلم، أنا باغية غير نخدم على خوتي، وباغية غير يرد لي الموضوع. ولا ما ردوليش كاع يساعدوني، غير الناس هكا غير يساعدوني. هاد 2 مليون نعرفوها ديال زعما تيين قاصحة عليا، فهمتي؟ هادشي اللي كنطلب منكم. والمهم والسبب اللي باغي يخرجني من هنا هو باغي يبيع المحل، ولا المهم ما عرفتش. المهم هو شنو باغي، المهم باغي يخرجني من هنايا، وانا هذا مصدر الرزق ديال غير اللي تما انا خدامه عليهم. كانوا شي وحدين بصحتهم ولا هذا براسهم يعتمدوا على راسهم، ولكن انا اللي خدامه عليهم. انا خطيتهم انا، وماشي شي حاجه زعما كثيره اللي نقول له كنصورهم هذا المحل. شي نهار الا بطلتو راه ما عندنا ما ناكلو، وراه اللي بغى يجي يشوف بعيني يجي يشوف بعيني. زعما تينا انا راني ما نزيد عليه حتى هضره، وما غاديش كنهضر انا غير على راسي، كنهضر على شنو كاين. وهادشي اللي كنطلب من الناس اللي بغى يجي يشوف ويشوف هاد الحاله هادي، ويشوف غير يساعدني في الموضوع، غير ندخل الماء. لان كنجي في الصباح بكري كنبقى نخدم غير على البيل ديال البورطاب، باش غيدوي ليا الماء. الناس دايرين فيا غير خير، كنعمرو شحال قد هاد الناس غيديروا فيا خير. والروينه ديال هاد البوطات والتعب ديال الماء، ندخل انا بغيت ندخل ديالي باش انا الماء ساعدوني فيه. ومشيت، ولكن بقى لي المشكل غير المهندس. بغيت نعرف غير المهندس ديال الضو علاش قال لي غنرجع، ما عاودش رجع. عين المكان وداك الشيء وشاف، قال لي غنرجع ما عاودش رجع. والمهندس ديال الماء عاوتاني طلب لي 2 مليون، انا منين غتجيني 2 مليون؟ ما كانت عندي 2 مليون. رسالتي للمسؤولين غير بغيت نعرف يشوفوهم حالتي، غير يشوفوا علاش ما بغاوش يعطوني الموضوع. علاش حتى انا راني مواطنه مغربيه، ومن حقي حتى انا يكون عندي الموضوع. وحنا جايين فين؟ راه حنا ماشي عايشين في شي بلاصه بعيد، راه حنا في وسط هذا زعما تين زعما حقي دخلت انا الموضوع، ولكن ما عرفتش علاش. وانا بزاف عليا نبقى نقابل غير المحاكم وهذا، لان الا بطلت غير نهار صافي، راه ما عندي داك النهار ما ندخل على خوتي، وراه جوج خدامين معايا هنايا. الا ما خدمتش انا ما غياكلوش حتى هما، هو خويا ومرتو.